كاين ايضا الناس اللي كيوصلوا لسن الشيخوخه وسن الشيخوخه عموما كيولي نوع من الخمول ديال العضلات، كتقل الحركه وكيولي من الاشكال المشاكل الصحيه اللي مطروحه هي هذا المشكل ديال الامساك. باش ممكن نعاونوا هاد الناس المسنين اللي عندنا او معنا في البيت؟ فالناس المسنين نحاولوا نغيروا لهم نمط ديال التغذيه، لان كنعرفوا ان الالياف او المواد اللي كتكون فيها الالياف كتكون واحد المواد صلبه، نعم، كتكون قاصحه، فهذاك الشيء علاش المسنين ما كيقدروش ياكلوها وكياخذوا المواد اللي كتكون لينه يعني رطبه، وهذه هي اللي كتعطيهم الامساك. فمثلا الالياف عط ما غنعطيهم الخضره قاصحه، نقدروا نديروا لهم في شكل واحد الصوبه، واخا انهم واخا نعطيهم غير شويه، غير الشيء اللي عطيناهم هي كاس صغير، انا كنعطي غير القياس كاس صغير ديال العنبه ديال لا سوبا والصوبه ديال الخضار في اليوم، فهو كافي باش يعطيهم ديك الكميه ديال الالياف اللازمه لهم. هذا من جهه. من جهه اخرى الماء، خصنا نعطيهم يشربوا الماء بزاف. ثانيا نحاولوا مره نخرجوهم يتحركوا شويه، لان الحركيه حتى هي مهمه، هادشي علاش كتعطينا الخمول. ونحاولوا يعني ملي كنقولوا الحركه بالنسبه للسيده او سيد اللي هما كبار في السن، الا غير تمشى شويه نعم فها حركه اللي فيها بركه بالفعل. والمشي هو احسن رياضه اللي كتكون مناسبه للقلب، فهذا هو ما بين اخر الابحاث ان المشي كاين الانسان ما كيتمشى كيتحرك بدقات القلب، اذا ما عمره ما كيكون عنده مشاكل على مستوى القلب. مساله اخرى اللي خصنا نردوا ليها البال هو كاين بعض المسنين وكذلك حتى بعض الناس اخرين اللي كياخذوا الادويه ديال الضغط. ادويه ديال الضغط كيسببوا القبض، إذن هنا إذا كنا كناخذوا أدوية الضغط نكثروا من الكمية ديال الماء اللي كنشربوا. المضادات الاكتئاب حتى هي من المواد اللي كيمكن تسبب لنا المشكل ديال القبض. نعم. والأدوية اللي كيكون فيها الحديد، فهذه راه مسألة كيعرفوها الناس بزاف، والديوريتيك يدير المدرة للبول، أدوية اللي كتبول حشاكم شرفك الله وقدركم باش كتهبط لنا الضغط. الناس كيكون عندهم الضغط مرتفع حتى هي كيمكن تسبب لنا هذا المشكل ديال القبض.